السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ تعالوا النهاردة نتكلم عن حاجة في رياكت، عن رياكت هوكس. الحاجة دي ممكن تبقى انت كبروفيشنال او بيجنر بتعملها وانت مش عارف انها بتأثر على البرفورمانس. طب تعالوا نشوف هي في استخدام السيت ستيت. انت ممكن تكون تستخدم السيت ستيت اللي هو اليوز ستيت هوك بس وانت مش محتاجه، والموضوع ده منتشر في ايه، في الفورم. تعالوا نشوف هنا، ده بروجكت بتاع افلام. طبعا نعمل npm start، ده مستخدم زي موبي دي بي. ما علينا، هنا كل اللي محتاجين نعرفه ان هو عندي هنا فورم فيها 2 inputs، input الاولاني والتاني اللي هو ايميل وباسورد. طيب on change، اي input حصل فيه تغير هنا بنادي الفانكشن اللي هي update user values. الطبيعي هنعمل ايه؟ هنعمل كل ما كل تغير ان update انه ابديت اليوزر فورم بتاعتي. اليوزر فورم دي عباره عن ايه؟ هيبقى عندي هنا ايميل وباسورد. طيب هنا اما اغير في النيم بيشوف التارجت اللي هو الانبوت، يعني الاتريبيوت بتاعه هو ايميل، ويحط فيه الفاليو الجديد. الاتريبيوت بتاعه الباسورد يحط فيه فاليو جديد. يعني المهم بعمل ابديت مع كل تغير. طيب هنا هل انا فعلا محتاج ان انا ابديت الفاريبل بتاعي ده مع كل تغير؟ في الحقيقه لا. تعالوا نشوف مثلا هنا، بالمناسبة البروجكت ده موجود على الجيت هاب اكونت، اللي عايز ياخد لفة فيه ويشوف الكود. ماشي، طيب تعالوا نشوف هنا. مثلا انا سي بكتب اي ايميل، انا هنا مثلا كتبت كلمة زيت. طول ما انا بكتب، هل انا محتاج ان هو يقعد يغير، ولا لما اعمل سبميت يقوم ياخد الفاليو اللي هنا ويحطها؟ فانا فعليا مش محتاج كله وانا بكتب يقعد يغير. طيب طب احل دي ازاي؟ انا عايز بس ياخد الفاليو ويحطها في اليوزر فورم لما اعمل ابديت. طب ماشي، هنا الايميل اللي بيخش ايه ده، عندي الباسورد. ماشي، تعالوا بقى نجرب مع التصحيح اللي هنعمله. طيب عايزين هنا اليوزر فورم دي تابديت بس لما اما اضغط سبميت. ماشي، مش كل مع كل تغيير. طيب يعني نشوف هنا، انا ممكن اغيره بس مش محتاج ست الستيت بتاعتي، يعني مش محتاج اعمل ري ريندر تاني، لان ست ستيت دي كل ما اضغط عليها بتنادي ري ريندر. طب انا هل محتاج مع كل تغيير اغير او انده الري ريندر تاني اللي هي الريتيرن بتاعي هنا؟ لا. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كده، شيل دي وأغير اليوزر فورم نفسها، وفعلا دي مش هتبقى عندي، تبقى عندي بالسيت ستيت خالص، تبقى فاريبل طبيعي خالص. ماشي، تعالوا نشوف بالشكل ده ايه اللي هيحصل. طيب تعالوا نجرب كده ونشوف هل فعلا هيفضل شغال ولا لا. طيب انا هنا بغير بس ما بعملش ري ريندر، فانت مش هتشوف ان في تغير عندك هنا، لكن ورا او التغير اللي بيحصل انه بيعمل ري ريندر تاني مش هيتعمل، فبالتالي هتحسن البرفورمانس. ضغطنا لوجن برضه اشتغل طبيعي خالص. بس ودي اول غلطة من 6 غلطات ممكن نتكلم عليهم لسه قدام. دي اول واحدة ممكن تبقى انت كبروفيشنال او بيجنر بتعملها بس انت مش حاسس انها بتأثر عندك. شكرا.